معلش علي، ده للشمبانيا خير. اطلع غير. يلا يا جمال، انا جوعت بقى بصراحه يا جماعه، انتوا حرين. طب ما تعمل لنا طبقين على ذوقك كده يا منى. من عليا. فين انت كمان؟ ساعة ما جيت وانت مش على بعضك. مفيش حاجة يا جميل. مفيش حاجة يا جميل؟ ايه؟ في حاجة حصلت غير اللي انت حكيتهولي؟ لا لا. امال مالك؟ انت مش قلت ان انت فتحتها في الموضوع وكانت مبسوطة؟ ايه؟ امال مالك في ما تتكلم؟ يا عم مفيش حاجة، متضايق بس شوية. طب انت مثلا حاسس ان انت اتسرعت ان انت خدت خطوة زي دي؟ لا خالص. ربا هي الانسانة محدش يختلف عليها. محدش يختلف عليها؟ هو انت بتشتري شقة؟ ما تتكلم يا عم في ايه؟ يا عم مفيش حاجة، أنا بس مش مصدق الموضوع جه بسرعة كده. عارف لما تبقى طول عمرك بتدور على بني آدمة ومتخيل إن أنت عمرك ما هتلاقيها، وفجأة تلاقيها في وشك بتتثبت. لا وأحلامها شبه أحلامك وبتفكر زيك، مريحة كده يا أخي، بتوصلك لمرحلة إن أنت بتبقى واثق ومتأكد إنك عمرك في حياتك ما هتخونها، ولا هي هتخونك، ولا عمركم هتضحكوا على بعض. أيوة يعني في حد كده ضحك على التاني؟ لا طبعا. لا طبعا، أنت يا ابني هتجنني، ليه محسسني إن كلامك غير اللي حصل يعني؟ يا عم روبا هي الإنسان أنا نفسي طول عمري يبقى معاها، هي دي اللي أنا بحلم بيها طول عمري. أنا بصراحة مش قادر أستنى أكتر من كده، أنا جعان. ميرسي يا منى. لا لا شكرا، مش عايز. أنا همشي. ماشي رايح فين؟ معلش يا منى تعبان شوية بس. مبروك. ده ماله ده؟ مش عارف بصراحة. ناس كتير بعد خبر مقتل السفير بهجت سالم ظنوا ان دي البروفة التانية لوفاته، واننا ربما بعد عدد من السنوات نكتشف ان الراجل ما زال على قيد الحياة زي ما حصل قبل كده في حادث اغتياله الشهير في العاصمة العراقية بغداد. ثم اكتشفنا انه على قيد الحياة بعد حادث تفجير الكنيسة لما ورد اسمه في قائمة مكالمات جمال الجبالي. المرة دي النيابة امرت الطب الشرعي بتشريح الجثمان وتأكدت الوفاة بالفعل رحمة الله عليه. نتمنى سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. نخرج لفاصل ونرجع لكم. ملا مالك يا أستاذة؟ في حاجة؟ أستاذة ليلى حضرتك كويسة؟ خير يا زين؟ ليلى آسف، أنا عارف إنك على الهوا، بس الخبر اللي عندي ما ينفعش يستنى. خير؟ في حد من زمايلي بلغني حالا دلوقتي إن النيابة وجهت اتهام قتل السفير بهجت سالم لجمال. ها أجيب لك إيه تشرب؟ خلينا نكمل الليلة دي. الليلة ليلتك. ليلة إيه بقى؟ ما اتضربت خلاص، واحد مشي والتاني سكران وطلع ينام، شكلها رست علينا وإنت في الآخر. طول عمرها راسي علينا وانت يا جمال، بس انت اللي مش شايف. واحنا قلنا ايه؟
انت ما بتقولش، انا اللي عماله اقول لحد ما صوتي راح. لو الفايده بتيجي من الكلام كان زماننا مع بعض من زمان، كنت ما اتكلمت. منى، مجرد كلامي معاك في الموضوع ده خيانه لعلي. ما تنسيش احنا فين. مش هقولك فكري في علي بطريقه تانية، فكري في ابنه. انتوا بينكوا ولد بكره يكبر شيل اسمه غصب عنك. روحي طلعتي غلطه الفريال، انت سامعه؟ انت بتشبهني بفريال يا جمال؟ للدرجه دي انا رخيصه؟ انا ماشي. فريال بعتك عشان كده رخصت، لكن انا مستعده ابيع لك حياتي كلها وانت شايفها ارخص من انك تشتريها لو حتى بكلمه واحده منك. واحنا مفيش بينا غير كلمه واحده بس. علي، يا ريتك افتكرت مليون جنيه كانت نفعتك سيرته. وانت يا سيدي عندي اغلى من مليون جنيه كمان. فعلا؟ اي حد يعرف اللي بينا يا جمال يصدق ان انا عندك اهم واغلى من فلوس الدنيا كلها. عارف ليه؟ لان انا السبب في اللي انت فيه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسمعي وبس، ده كلام بينه وبينه وبنكمله. انت اتجننت؟ استنى يا منى، سبب في ايه علي بالظبط؟ في كل حاجة، في شغلك، في فلوسك، في اللي وصلت له، حتى في عمرك نفسه. مين اللي رشحك للجهاز زمان ونقلك نقلة تانية ما كنتش تحلم بيها؟ مش أنا. مين اللي نصحك تتعامل ازاي وتعمل ايه وقدمك للناس؟ ها؟ انا. مين اللي طمعت في مكانه واخدته منه اول ما وقفت على رجليك؟ مش انا. مين اللي برغم ده كله فضل محافظ عليك وبيحمي ظهرك في كل عملية طلعناها؟ عبد لله علي الميري. طمعت في مكان مين يا علي؟ انت يا ريتك طمعت في مكاني وفرحت انك بقيت نمره واحد. الا ما كفكش، انت طمعت في مراتي كمان. ايه التخريف ده؟ انت سكرت ولا ايه؟ انا واعي لكل كلمه بقولها، علشان خلاص لحد هنا الطمع انتهى وجي وقت الحساب. انت بتعمل كده ليه؟ ما تفهمني. فين طول عمرنا صحاب، عملنا مع بعض كل حاجه، الوسخ قبل الحلو، فتحنا بيوتنا لبعض زي الاخوات واكتر. يمكن اكون حقدت عليك، كرهتك، تمنيت لك الشر، لكن عمري ما طمعت في لحمك يا جمال، عمري. بس انت عملت كده. انت بتقول ايه؟ اقرا ده وانت تعرف. ده تحليل الدي ان ايه اللي الهانم عاملاه من ورايا، عايزه تتاكد ان انا ابو رامي ولا لا. وده يخليك تتهمني؟ مفيش غيرك. أنا هعمل فيك كده إزاي؟ أنا شايفكوا بعينيا وأنتوا نازلين من شقة الهانم اللي بتقول إنها قافلاها دايماً. ده كان استعداد للباب التاني يا هانم. أنا مش هرد عليك. الباشا يرد بدالك. أرد عليك أقول لك إيه؟ ده أنت جايب اتهامه وجاي مصدقه. أنت قلت أنت بتكرهني وبتتمنى لي الشر. هي جات لك الفرصة يا علي، بس قلت تكبرها وتبروزها عشان يبقى ليك الحق تعمل أي حاجة حتى لو وصلت لقتلي. مراتك عندك، اسألها كده مين عمل فيك كده؟ اخرسوا. انتوا فاكريني ايه؟ تهمه بتحدفوها لبعض؟ واحده مرميه في دراع كل واحد شويه ومش عارفين مين اللي غلط معاها؟ طلقني يا علي، طلقني لو كنت راجل قوي كده. انت صعبان عليا بس انا عذرك. عارف ليه؟ عشان طول عمري كنت بشوف نفسي فيك، على اخويا وصاحبي. بس من النهارده خلاص احنا ما نعرفش بعض، كل واحد فينا من طريق. أنا طالع من تحت الأرض وأنت جواها ومصدق إنك عايش. دنيتين مختلفين وما ينفعش يتقابلوا تاني خلاص. مش مصدقك يا جمال، مش مصدقك.